عشارة الانتصار. هذا الشكل الاحتجاجي اللي كيجي كنشاركوا فيه طلبه ومعطلين واساتذه لنقول بصوت واحد بان ما يتعرض له ابناء الشعب المغربي من جميع من جميع الاصناف لا سواء اساتذه ولا طلبه ولا معطلين نقول بانه زحف على المكتسبات، نقول بانه لا يمكن لنا ان نجلس او ان نسكت عن حقنا العادل والمشروع وعن حقهم العادل والمشروع، ونقول نحن لا نتضامن معهم وانما ما يشوبهم يشوبنا، وسنستمر في النضال وعلى درب النضال حتى يتم اسقاط نظام التعاقد المشؤوم وادماج كافه الاساتذه في اسلاك الوظيفه العموميه وتحصين وظيفه عموميه لجميع ابناء الشباب المغربي. نقول بانه هذه القرارات التي يتم سنها وتنزيلها وفرضها على الشعب المغربي بين عشيه وضحاها دون مراعاة لهذه الحناجر التي ترفع، دون مراعاة الخرجات والوقفات الاحتجاجية اللي كانت عبر ربوع الوطن. إذا ماذا يريدون أن يقولوا لنا؟ بأننا نحكم بديكتاتورية، نحكم بقبضة من حديد، ولكن نقول لهم هيهات هيهات، فإن ما تستأمنونه من وضع حاليا لا يمكن أن يستمر هكذا، وأن الفتيل يمكن أن ينطلق من مجرد شيء تعتبرونه شيء بسيط جدا. ونقول بأننا كشباب لا يمكن أن نسكت عن هذا الظلم وهذا الجور، وإذا كانت الكفاءة هي السن فيجب أن يغادر الوزراء بأكملهم، راه كلهم فوق 30 سنة. إذا هاد الوزراء هادو الذين يحكموننا، ونحن نعلم كيف هذه الدكاكين السياسية وكيف تغير خطابها وجلدها كالأفاعي، لكن نقول لهم بأن ثقة الشعب المغربي فقدت في هذه الدكاكين السياسية. وكما قال لهم غادي ترجمونا بالحجر، نقول لك أن الشعب المغربي راه كيجمع لك الحجر وكيوجد لك فيه، ولا كانت الصوت العقابي على الحزب الحاكم السابق وجاب واحد الأصوات معينة، نقول لكم بأنه سيكون رجمكم بالحجر، وأن الشعب المغربي بهذه الأسعار الملتهبة التي تلتهب الجيوب ديالو وبالشعارات الرنانة ديالكم وبالكذب ديالكم وبالبهتان ديالكم كشفت أموركم وكشفت أوراقكم، وأن خير دليل على هذا هو ما يعانيه الشباب المغربي اليوم المتواجد في الشارع. ما كنا كنديروا هدف باش نبنيو حياتنا، نبنيو مستقبلنا، على اساس اننا باش نديروا شي حاجه لوالدينا اللي كيضربوا علينا تماره وشحال من حاجه، غير على الاقل باش نعاونهم غير شويه. مشينا خدمنا في بزاف ديال الحوايج كنلقاو الاحتكار بزاف، ما كايناش الوظيفه نهائيا، كنخدموا بقل ثمن وبلا كرامه، كنخدموا بهذا المصطلح اننا خدمه مدلوله، بهذا المصطلح هذا، حنا بغينا غير الوظيفه نخدموا بكرامتنا، حتى شي واحد ما يهز علينا يديه، حتى شي واحد ما يغوت علينا حتى شي حاجه. ملي خرج القرار ديال الانتقاء صراحة شحال من واحد تأزم، علاش انا غادي تضيع لي حياتي كامله؟ اصلا واحد الوظيفه اللي غادي ندوز الكونكور وكنقول يمكن نقدر نتقبل يمكن لا، لان انا ماشي كلشي غادي يتقبل، علاش انت اصلا غادي تجي تقصيها لي انت بمره؟ شنو بغيتيني ندير انا؟ بغيت نعرف شنو بغيتيني ندير؟ نمشي نفسد مثلا؟ ما عرفتش انا شنو للشباب حتى هما شنو بغيتيهم يمشيو يسرقوا؟ للدريات شنو يديروا؟ حنا باقي ما صراحه تشوكينا ديال بصح، تشوكينا تهرسنا بمره. كتبني واحد الاساس بغيتي غير تبني في حياتك، كيجي واحد كيحيدو ليك، شنو بغيتينا نديرو؟ حنا بغينا نعيشو بكرامتنا صافي، ما بغيناش الانتقاء. علاش انا غتحدد لي السن 30 عام في المغرب؟ راه يلاه كيبني حياته 30 عام، غتفرض عليا المونسيون في الباك الاجازه بمونسيون؟ علاش اصلا هما الا كان نهار الانتخابات واش حددتو المجازين؟ حددتو اللي عندهم الكفاءات ديال بصح؟ حددتو السن باش غادي يمشي ينتخب؟ ما حددتو حتى شي حاجه. علاش انا تقصيني ومعانا ناس صوتوا عليهم على اساس ان الحكومه غادي تعطي شي حاجه؟ انتم وعدتونا بشحال من حاجه، ما وعدتونا بالوظيفه، انتم اول حاجه درتوها هي حيدتوها ليا. وعلى السينا وحده السينا، وعلى السينا وحده السينا، وعلى السينا وحده السينا.
ياتي هذا الشكل النضالي تنديدا بالقرارات التي اصدرتها الوزاره الوصيه حول قطاع التعليم. نرفض من خلال هذه الخطوه النضاليه السياسه المنتهجه، نعتبرها سياسه صفويه لا تراعي البعد الاجتماعي، نعتبرها ايضا سياسه تهدف الى خصصه قطاع التعليم وضرب الوظيفه العموميه. ايضا نعتبر ان هذه القرارات التي اتخذت وخاصه قرار تسقيف سن التوظيف هو قرار اتخذ ليس في قطاع التعليم وحده، وانما اتخذ في جميع القطاعات العموميه، وبالتالي هنا امام مساله ديال الشغل اللي هي نعتبر ان سياسه التشغيل سياسه التي تنهجها الدوله تقصي العديد من الشباب حاملي الشواهد، ونعتبر ايضا ان الوظيفه والشغل هو حق للجميع، حق للجميع بدون استثناء، والمباراه التي ستجرى ستكون هي الفيصل في انتقاء الأجود والأفضل لمزاولة مهنة قطاع التعليم وأي وظيفة أخرى. لذلك نقول أن هذه القرارات لا تراعي البعد الاجتماعي، هي مبدئيا تم نهلها من اقتصاد السوق وتطبيقها على قطاع اجتماعي الذي غايته الأسماء هي بناء الإنسان، ومبادئ السوق فاقدة للقيم الإنسانية الكونية، فاقدة للمعايير الإنسانية، فقط ترتكز على المنافسة، ترتكز على الاحتكار، ترتكز على المبادئ التي لا يمكن أن ندخلها أو نحشرها في القيم.